دي صوره، اول صوره اهي تيشيرت الاهلي. تمام. ليه الموضوع ما كملش كتير؟ يعني خد بالك انت طبعا انت كنت صفقه تاريخ، يعني الصفقات اللي هي بتاعت الاهلي والزمالك اللعيبه الكبيره ديت بتبقى حدث ساعتها. ليه ما خدتش وقت كتير؟ ما عرفتش تتعايش هناك مع، لا يعني فكرت ما في الزمالك؟ لا مش يعني مش منطقيه خالص. ف يعني الطرفين حاسين ان يعني لا انا حاسس ان ده مكاني ولا الناس حاسه ان انا مكاني هنا، فالموضوع ما كملش يعني. مش عارف، ما كنتش عارف تتعايش مع زمايلك في الفرقه لا لا مثلا؟ خالص، مش حكايه زمايلي ولا حاجه، بس يعني الموضوع زي ما بقول لك كده، موضوع مش يعني مش مكانك يعني. بقالي 20 سنه في مكان، فكان صعب قوي النقله، مش سهله يعني. مش سهل. لا لا مش سهله. ناخد السؤال اللي بعده.